رح نتابع هلا محطة تانية كمان خاصة بالشيف شادي واللي هي بالسينما. لا مش بالسينما، ورشة ملح ومصر، مش انه رشة عم بحط كمشات ملح يعني بالملاعق الملح. رح يكون هلا محطة أخيرة مع الشيف شادي أكيد. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا 20 دقيقة أنا وغيدة اليوم تنعمل كم أكل يا غيدة بدنا نعمل اليوم؟ وشي كيفك أنت منيحة؟ كيفك أنت؟ ليش لابسة مثلي؟ أنا لابسة، أنت لابس مثلي؟ لابسة أحمر ولا لابسة أحمر؟ أنا لابسة أبيض، منين لابسة؟ لابسة أحمر شوي. هيدا هو الأبيض اللي أنت لابسه. سوري ميكروسكوب يعني واحد لحتى يشوفه. بتعرف شو عم نعمل؟ عم نعمل سباجيتي. ايه؟ بدنا نعمل سباجيتي مع الخضرة بس من زي ما نحط، بتعرفي انت المطبخ الايطالي هو البيس تبعوله اربع صوصات بس. بكل ايطاليا في اربع صوصات صح، هن البعز حكينا عنهم كذا مرة، هني صوص التومات او البومودورو اللي هي الحمراء، البولونيز اللي هي الحمراء اللي فيها اللي فيها اللحمه، وعندك كمان صوص الكريم ممكن تكون بشاميل او بانا او كريم فريش يعني، والرابعه ممكن تكون الاليو اوليو بيبرونشينو اللي هي الزيت والثوم والحار. صح، اذا دورتوا العالم كله بايطاليا او حتى المطاعم الايطاليه بدك تلاقي دائما انه هيدي هي الباستا تبع كل الصوصات، يعني بتضيفي عليهم شو ما بدك بيطلع عندك صوص كمان اسمها مثلا اضافيه مختلفة. صح، اليوم رح انتقل هلا على الصويا. رح استعمل الصويا انا هلا، رح استعمل كمان زيت السمسم، ورح استعمل كمان اليوم بالشغل خل كمان الرز. تنقول للمشاهدين انه موجودين غيروا شوي صغيره هيك التيست تبعولكم، ومره لمره فيكم تعملوا سباجيتي مع الصويا او سباجيتي تحطوا لها كمان خل الرز، او كمان تعملوا مثلا تنقول تشتغلوا بزيت السمسم. شفتي شو طيب؟ ايه زيت السمسم، ايه ذكرتنا شوي بالمطابخ الاسيويه. بس خل الرز شو هو شادي؟ خل الرز اللي هو رايس فينيجر. فينيجر دوري. ايه كمان يعني رايح على المطابخ الاسيويه كثير اكيد. كثير طيب موجود بلبنان، وبتلاقيهم كمان ماركات صاروا لبنانيه بامتياز. كثير طيبين. ليش لبنانيه؟ بقول لانه بتكون الكلفه كمان ارخص، العبوات بتجي من لبنان فبنلاقيهم كمان باسعار ارخص. واللي هو بينفجروا ابدا ابدا عبوات بلبنان. هلا يعني يمكن تجيبي انيني او مثلا الانيني تقول تبع زيت السمسم حق 10,000 ليره. بس هيدي ليش بتبقى عندك؟ طيب او اذا بنجي نقارنها بزيت الزيتون، اذا اشتريتي مثلها حقها نفس الشيء تقريبا. اوكي، يعني اذا كان زيت زيتون نضيف. طيب بدنا نعمله هلا. اول شيء شفتيني انت عم تحكي انا عم حط ملح. صح، الملحات راحوا بقلب الميات. الميات هن للباستا. صح، الميات غليوا، حطينا الملح من بعد الغليان. هلا بنروح على السباجيتي تنسلقها دغري، ونرجع نروح كمان على الوصفه الثانيه. طيب سباجيتي، رح ناخذ السباجيتي نحن هون نيميرو 5 اذا بدكم. هلا بيقولوا السباجيتي نيميرو 5، مش كل الشركة يلي بتصنع سباجيتي اذا بيحطوا عليها نمبر 5 يعني مثل نمبر 5 تبع شركه تانية. انتبهي يعني كيف بدنا نفرق نحن؟ ما بتطلع انت على القياس تبعولها، وانت بتكوني تعودتي على الشركه اللي بتشتري منها او النوع اللي بتشتري منها. اوكي، انا مثلا تعودت اشتري من ماركه معينه، بعرف انه النمبر 5 هو المنيح كمان للعيله او بيحبوا العيله اكثر او شيء من هالنوع. اوكي، فبغير شركه بتكون الاربعه الخمسه الثلاثه ممكن تكون الباستا اطول اصغر، فهذه الشغله كمان بدنا ننتبه لها. صح، اوكي. طيب لكن ملح، قصدي مي ملح، وهلا بنحط الباستا. يلا. طيب انا برايي هيك بيطلعوا بورشن، بيطلعوا حوالي شي 70 جرام واحد بورشن. نرجع اثنين منيحة منك، نرجع ثلاثة بورشن. حطوهم هيك هيك، نرجع كمان احنا قديش هون كمان الشباب كلنا خمسة بورشن، بنروح على خمسة بورشنز بعد. أوكي. يعني بايدنا هيك دائما بستخدم هالقياس هيك كمان هيك على كم بورشن. ايه كم شت الشيف شادي؟ كم شت الشيف شادي؟ طلعي كيف؟ وهودي سباجيتي وما حطينا زيت ابدا، وهلا بانتظار انه تغلي المي. ما بدك تحط زيت بعدين شادي؟ زيت هلا انتبهي، افضل شيء بس انا حكينا كمان كذا مره بس ممكن كمان المشاهدين يكون حدا عم يحضرنا هلا مش حضرنا قبل او مش فاهمها قبل. اوكي، الباستا ما بنحط لها زيت، هي عم تنسلق. بس كميه المي لكل 100 جرام بدهم لتر من المي. 100 جرام بدهم لتر من المي، يعني اذا كان عندنا كيس اللي فيه 500 جرام بده 5 لتر من المي. يعني لازم تسبح مزبوط الباستا بقلب المي، ويكون في مي كثيره هيك كمان هي بتبعد عن بعضها وما بتلزق على بعض. صح، فجربوها بهالطريقه وطلعوا كيف هون. وهلا بننزلها الباستا كلها تحت المي، وانا هون صرت مرتاح الضمير. اوكي، بدنا نعملها صوص بعد شوي. يلا، واجمل شيء انه ما نبردها، يعني اجمل شيء انه ما نحطها لوحدها او نحن بنجي نصفيها ونحطها نحن بقلب صينيه. اذا حطيناها بقلب صينيه رح يكون عندنا شو اسمه، رح يكون عندنا باستا اللون تبعولها بعده بجنن. كمان محافظه شوي كمان على الدنتي تبعيتها. الدنتي ايه، بس هي اجمل شيء يا غيدة ان تكون الصوص جاهزه، نشيل الباستا ودغري مسكها ودغري. ليكي هون الصوص اللي عملتها. اوكي، مش للباستا، لا للسلطات.
بلشي معي خردل. هلا اكيد رح يكتبوها المشاهدين. لهيدي السلاد الكينوا حطينا خردل، حطينا عسل، زيت زيتون. شفتك نازل بالعسل ايه. كمان بعدين اكلت الباقي بالملعقه كمان هون هيك شحرقت كل ايه، بس صحتين كثير منيح العسل. لكن عسل هون عندنا الخردل، عصير الحامض، زيت الزيتون بيعملوا لنا صوص الهاني. اوكي مستر. الهاني ماسترد صوص، بس في منها الهاني ماستر صوص كذا نوع. نعم كذا نوع، لانه في منها سخن في منها بارد. ايه هيدي البارده انا عملتها، بس نعرفها بارده اكثر. نعرفها بارده. طلع هلا اذا بتحب تدوقيها بعدين بتعقد بتجنن. خليني هلا احرك بس انا هون هذا السباجيتي ونرجع على سلاد الكينوا. اول شيء خليني اقسم الاشياء اللي انا عملتهم للكينوا. هون انا عندي هلا جات وهون جات، مزبوط؟ صح. رح اخذ نص هيدي الكميه احطها هون مشان نعمل كمان نوعين، نوع بدجاج ونوع بلا دجاج، في عالم ما بلا دجاج او نوع كذا من هالنوع. وطلع شو حطيت هون، حطيت من التومات سوريز، عندي من الكزبره، عندي من اللوز او من السنوبر، حطينا من الجزر. شايف الموضوع كيف؟ وفيكم تحطوا مثل ما انا كمان عملت بس مش مكتوب بالوصفه، فلفله حلوه حمراء وصفراء وكمان خضراء. شوي 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 الالوان، الالوان هلا بتشوفيهم كيف. وطلع شو عملت هون، هدول الالوان اللي تم استخدامهم. ايه اخذت انا شوي صغيره شوبينيو. انت هون شوبينيو جزر رح يروحوا وين؟ بالباستا. صح اوكي. طلع كيف هلا هون هالشادي هلا شو بيعمل يا عيال؟ وصلت على الهواء. رح اجي انا اخذ هون نص الصلصه. طلع شو حلوه هيك الصلصه كمان، نصها هون. شو حلوه كمان هالسماكه تبعيتها، ونصها هونيك، نصها هون. كون عادل مزبوط. ايه ابدا ايه. ابدا هون طلع كيف هيك. رح اجيبها هون تقسم بالعدل يا شيف. اما الدجاج رح يروح ميلي وحده. صح. والدجاج شو عمل فيه؟ بس قصيناه، قطعنا الدجاج، قليناهم مع زيت السمسم. هلا بيعطونا طعم كثير طيب. صح. يعني حطيت زيت السمسم انا شوي، قليناهم معهم، فهيدي الشغله كمان كثير حلوه. عظيم. اما السكسي اللي عملته يا لطيف هو الكينوا. يا طبعا مشان هيك بنشوف هلا لونها شوي صغيره للكينوا. اوكي ميل على مارون. صح. هل مارون؟ يعني انت مارون راسي. طيب شو عملنا؟ انا ما جبت مي، جبت مرقه الدجاج كانت عندي. ايه شفتك لانه انا اليوم عندي دجاج، قلت انا بعمل شو؟ بعمل شغله حلوه. صح. جينا غلينا مرقه الدجاج وسلقت الكينوا بالمرقه. صرت هلا اذا بتكيها للكينوا طعمتها بتعقد بدون اضافه شيء، يعني صارت مثل كانه مطبوخه بالشوربه. اوكي كثير طيبه، فانا رح استعملها بهالطريقه. اكيد ما حطينا عليها مي، بس صفيناها. يعني صفيناها ورجعنا حطيناها بالصينيه مع نقطه زيت بس حتى ما تلزق على بعضها. وفيكي ما تحطي زيت لانه هي اوريدي بتعشق بعضها وكل حبه بتعشق الثانيه، بتعقد بتجنن. وفي منهم انواع يا غيدة. هو عندنا الابيض، في الاحمر، وفي كمان الاسود. صار كل العالم كمان بيعرفون. إيه هلا يلا كثير امنه الكينوا، يعني صارت ام من زمان. وهلا كمان الشيا. ايه كمان الشيا، هذيك مره حكينا عنها كمان الشيا. ايه الشيا وقتها. ايه وكمان شوي شوي كمان العالم رح تتعود على هذا الموضوع. يلا يا شيف شادي انت هنا. وهلا يا شيف نحط هيك وبنبلش نعمل هاللعبه الصغيره اللي هي لعبه ال سلاد تحريك. هون اللي بلا دجاج، اللي بلا دجاج طلعوا فيها شو حلوه. اول شيء حركتها هي سوا. ايه اوكي، لانه في اشخاص تنقول ما بيحبوا الدجاج او بيكونوا تنقول ما بعرف صايمين اللي بدك اياه. وهيدي كمان جاهزه يا غيدة لإلك، وهيدي ملعقه كمان هون لإلك مشان تسكبي لي اياها بقلب اي صحن من الصحون الموجودين هونيكي. وانا جاي لعندك. يلا. اما هون عندي الدجاج بقلبها نفس الشيء، لكن الصوص هي الخردل حطينا كمان بقلبها من زيت الزيتون من عصير كمان الحامض، طريقه كمان جميله. وجينا حطينا الملح، وجينا حطينا بقلبها كمان اللوز او السنوبر، وهون صارت كمان جاهزه. صارت جاهزه. واستعملت كمان شو عملت انا؟ استعملت كمان الملح. اول شيء خلطت كمان الباستا او السلاد او الكينوا من دون او اول وحده ما كان فيها دجاج والثانيه اللي كان فيها دجاج. يلا يا شيف شادي هون، طيب شوف شو عملت بهيدا الموضوع. سباجيتي طلعوا سباجيتي كيف بنحركهم. بتعرفي غيدا كيف بنحركهم هيك؟ طبعا. ايه ها يعني هيك لازم نحن حتى ما تلزق عندنا سباجيتي طلعها قدام العالم ونحن مباشر. صح ايه مباشر يعني ايه يعني في شفافيه يعني مع مباشر 100%. صح. وهون عندنا الوك. يا بيش جاي على بالي اضرب شي حدا فيها هيدي ما بس امسكها هيك طبعا بتذكر انسان بتحس يال. بالشي. اوكي لكن زيت السمسم الخضره اللي عندنا انا اليوم فيكم تعملوا اي نوع خضره. عم بستعمل اليوم الجزر،
الفطر والفلافل حلوه الملونه الخضراء والصفراء كمان والحمراء. ايه الالوان وحده كمان اورنج بقلبها كمان حلوه. اللي رح اعمله انا هلا رح اجيب من زيت السمسم احطه بالطريقه هيك طلعوا كيف، وفيكم اكيد زيت الزيتون يا غيدة، وهيدي كمان الوصفه ممكن تعملوها مع الكريم مع البشاميل، فيكم تعملوها كمان مع الزيت والثوم الحار مع صوص البندوره، والبندوره بنحط لها كريم بتصير ماماروزا، وبنحط لهم كمان حر وبقدونس وشوي صغيره من الثوم بتصير عندنا الارابياتا، يعني فيكم تعملوا اللي بدكم اياه. كيف الارابياتا بدنا نحط لها حر بعد ما هيك اكثر؟ اذا بدنا نعملها حر ايه؟ اذا بدنا نعملها حره اذا زدنا على البندوره قصدي ايه؟ ثوم وحر وبقدونس ايه؟ صار عندنا ارابياتا، واذا الارابياتا زدنا لها بيكن بصير عندنا اماتريتشانا، كمان واذا الاماتريتشانا زدنا لها بازيلا بصير اماتريتشانا مع بازيلا. ايه طيب اذا الاماتريتشانا زدنا لها بازيلا وحمص شو بتصير؟ اماتريتشانا مع بازيلا وحمص. مع بازيلا وحمص. يلا جو هير يلا لك هون سباجيتي تعقد رح بعد شوي صغير تصير جاهزه، وانا هون واحد اثنين ثلاثه كل الاشياء مع بعض طلعوا كيف، ورح يكون عندنا كمان ها بحرك هيك. والخضره بس تستعملوها اذا بتاكلوا كمان بالمطاعم الايطاليه يلي بيعملوا الاكل الايطالي المزبوط الطيب، او بناكل كمان بالمطاعم اليابانيه او الاسيويه بنلاقي انه دائما الخضره شوي صغيره نيه. ما هيك يا تفضل يا غيدة؟ ببعث لك الحساب الحساب على البيت ببعث لك اياه ولا 100%؟ طفران اخر الشهر هلا قلت لي لاول الشهر لانه يلا الحاله تعبانه يا ليلى الحاله تعبانه يا ليلى. اللي بدي اقوله انه اليوم يا غيدة اطيب بكثير اذا الخضره يلي بناكلها او بتكون نيه او بتكون مش مستويه كثير. هون كمان المشاهدين كتار منهم بيعلقوا على هذا الموضوع، نحن بس نكون عم نشتغل بمطاعم ومنطلع كمان انواع من الخضار تكون بعدها نيه عم تقرش، ايه بعدها نيه، لا ما بعدها نيه. اليوم عم يتبعوا هذا الاسلوب بكل المطاعم غير من 10 سنين لورا او 5 سنين لورا، لانهم صرنا نعرف انه اذا عملناها بهالطريقه القيمة الغذائية عم تضل بتضل فيها أكثر بالخضرة، لأنه كل ما تسلقي أنت الخضرة أو أنت قاعدة تسلقي سباجيتي ساعة ببطل فيها شيء ودعت كل القيمة الغذائية 100%. فهيدي انتبهوا عليها، يعني الواحد بيروح على المطعم اليوم إذا مطعم بيحترم حاله بيقدمها تكون عم تقرش إن كانت الباستا أو إن كانت كمان أي نوع من الخضرة. اللي بده إياها تكون مستوية أكثر فيطلب إنها تكون مستوية أكثر، مزبوط مشكلة، يعني ما في مشكلة بتصير حسب الطلب 100%. لكن شو رح أعمل أنا هون بهيدا الجوط الكبير؟ رح اخذ انا بقيوا عندي هود البيستو، انا خلاص بدي اخلصهم ما بدي ارجع اردهم على البراد. صح استعملتهم بسلات كمان اللي شو اسمه لك السلام منيح. هلا الصحن ما حنقول انه ناقص، بس هو كان صحن كبير، كان صحن اكبر صحيح. الف صحتين يا علي درزي. الف صحتين من قلبي يا علي درزي. عن جد طالعه من قلبك. عم حس قديش طالعه من قلبك. ما معقول. يلا محب محب اسم الله. تركينا خلال دقيقة وبيخلص البرنامج. لكن هون بيستو حطيناه بهالطريقة، البيستو على طريقة الجينوفا بيخلطوا معه البطاطا المسلوقة واللوبيا الخضراء. يعني اليوم إذا أنت بتروحي على جينوفا بإيطاليا بتلاقي بنلاقي روميو جولييت بيستو على جينوفيزي، أوكي بتلاقي روميو عم يعملوا بيستو. إيه عم يعملوا بيستو. أوكي. شو بيعملوا؟ بيحطوها بهالطريقة بعد ما تجوزوا ليش بيكونوا عملوا بيستو؟ شو بيكونوا دقوا 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 من التوم والسنوبر وعملوا بيستو. طيب اللي بدي أقوله هلا إنه خليني أقول اللي بدي أقوله. يلا قول. شو عملت؟ بيحطوا هون بطاطا مسلوقة واللوبيا مسلوقة، بيضيفوا سباجيتي هي سخنة وبيحركوا. صح يعني ما بيغلوا البيستو، البيستو بيخلوه ني مخلوط مع الباستا السخنة. هلا رح نعملها بعد شوي أطيب. أوكي واو بتعقد. أنا ما رح أحط بطاطا ما رح أحط لوبيا، بس فيكن هلا رح تشوفوا كيف أنا رح أحركها مع البيستو بطريقة كمان كتير حلوة. خلونا قبل نجي لهون ونقول أنا بدي شو ياي. ها صارت تقريبا الدنسة. طبعاً أنا هون يلا دوق لنشوف. شفت لسانك مبطن اسم الله عليك. شو أنا بقي تحب دويا؟ سخنة كثير. لا أعطيني أنا فقير. إي 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 ابعث لي كل فيروساتك أعطيني أنا بنفخ عليك. طلع أنا هون بعمل هلا تروح أنا شو نروح على ناخذ شوي صغيرة منهم على البيستو طلع شو كيف مع الميات اللي فوقهم هيك شوي مشان عظيمة. شفتي شو حلوة؟ يلا هيك طلع شو بدي اعمل؟ هلا اللي بدك تعمليه اعملي معروف هو يلا. استعمال الملعقة الخشبية هيك بس هيك تفضلي. لا اليوم العادي اليوم عم بشتغل اسيستانت يعني برمي إيه. بهالطريقة هيك إذا بتريدي اعملي معروف اوكي وأنا رايح شوي على الدكانة وشي إذا حدا سأل عنك شو بنقول له؟ جاي عم يجيب عم يجيب كيلو رز. إيه وهون صفينا السباجيتي
واهم شغله بس تصفوا السباجيتي يا احبائنا، ممنوع ممنوع الماء المسقع على الباستا، هيدي شغله كمان كثير اساسيه. اذا بتحضر لك اليوم جولييت لروميو بتحضر له البيستو، بدنا نشوفه بعد 10 سنين لروميو بعد الجواز. اذا شفته لروميو مع جولييت اكيد بضربه. ليه؟ شفت واحد مع جولييت بخبل معه. ليه بدك تضربه لروميو؟ انه اذا بعد المعاناة اللي قضاها لأخدها، اذا انا وياه وجولييت على الارض بخليه هو؟ اكيد. وانا شو بعمل؟ كان عامل شيكسبير شادي وجولييت. شو بعمل؟ بقعد لوحدي؟ ايه اقعد لوحدي. يلا طلع هون شو حلو؟ شو ميرنا اللي عندك؟ ليك بالخضرة هون شو حلوين؟ هلا الشيف شادي شو بيعمل؟ بيجي لهون شوي بيحط بعض شوي صغيري من زيت الزيتون، هيك قصدي من زيت السمسم. بنروح على الصويا، تطلعوا الصويا كيف الوضع عندك؟ جاي لعندك انا مشان نسكبها. شو حلوه الريحه. ايه هلا جاي لعندك. ها انا بحب كثير البيستو. وهلا قبل ما نحط نحن السباجيتي، هلا بدي اقول شغله، هيدي السباجيتي اللي حطيناها هون هلا اذا بدنا دغري نستعملها بقلب الباستا يا غيدا، اللي لازم نعمله انه هلا دغري بعد حوالي دقيقه ماكسيموم لازم نحن نسكبها، اي دقيقه 30 ثانيه لازم نسكبها فوق الصوص. صح. اذا بدنا نبردها بدك نعمل شغله صغيره. شو بدك تعمل؟ بدي اعمل شغله صغيره نفرجيهم كيف مبردها، لانه يلا بردها يعني معناتها هيك، يعني انا ما بدي طلع كيف هون. ها فرجيهم. شفتي هون الباستا هيك بيجي، انا بحط شوي صغيره من زيت الزيتون عليها اذا بدي. ايه بس بدك تحط زيت زيتون مش لا عم بقول او زيت نباتي فيك تحطي من مش أي... انه مش انه بدك تحط لهم زيت السمسم من دون اي مشكله. وانا بيجي هلا هون بيجي بحركها عم بطلع. ها شفتي هلا الزيت فت عليها، وهون ماني بدها جبنه صار هيدي البيستو هلا صار بدها جبنه. يلا هلا شو بدي اعمل؟ رح شيل انا هي هون بس وصلت المعلومه انه اذا بدنا نبردها فينا نبردها هيك. قد ايه وقت؟ بس تبرد فيك تحطيها بالبراد تستعمليها اليوم او بكره او بعد بكره ماكسيموم. بس افضل شيء مثل ما رح نعمل نحن هلا، يعني بنسلق بنصفي بنضيف على الصلصه، وهلا بعد دقيقه صلصه جاهزه. ليكو هون الباستا كمان شو حلوه كثير هي. طلعوا كيف يا شيف شادي. يلا بنجي لهون، هيدي الباستا مع البيستو بهالطريقه هيك. واو. حط كل الصوص. ايه رح احط كل، اصلا ما ضل في عندي. لا لو ضل في عندي كنزيان بشويه بيستو من فوق. ايه مزبوط. بس خلصت البيستو، اوكي حطيناها بهالطريقه هيك، بس انه كنت عم بعطي الفكره كمان انه عم اضرب كذا عصفور بحجر واحد. ايه. وانا هون هلا ها يا شتشوت بتعمل هيك وبتجي بتحط هيك، هي لازم احط لها الحبق. ايه بدها الحبق. ما عندي الحبق، ما حدا يقول يحكي هيك، لانه اليوم مش عامل حساب انه بدي اعمل شيء مع البيستو. صح. ويلا يا شيف شادي هون رح ناخذ نحن هالتوماس فريز. انت ليك كثير على البندوره الخضراء. طلعي هون شو حلو هيك، وشوي صغيره من اللوز محل السنوبر، لانه السنوبر اليوم شغل هون لازم نحط، هي لازم تتقدم مع شوية هلا بيستو على وجهها. ايه. والسنوبر داير مداره. بنحطه غالي. غالي البيستو غالي ما بنحطه. ايه والسنوبر بنحط محله لوز. بدنا نحط ورقه حلو. يعني صرنا هون انه هي على بدلا من برافو عليكم. اوكي من السنوبر وال دقتوها هيك. ايه رح تكون بتعقد بتجنن كمان. طيبه مزبوط ما تخاف. يلا يا شيف شادي هلا بنروح نحن منيح معك. شو مش بحاجه نبردهم يعني شادي للباستا؟ لا كنت عم فرجيهم بس للمشاهدين. ايه اذا بدهم اوكي. وهلا ها يعني بخلوا ساعتها الخضره لحالها على جنب وبتركوها شوي بتركوا الباستا على جنب. طلع شو عم يصير هون حتى نخلط كل المواد كلها مع بعضها. اوكي واو طلع. اها شفتي صار عندي انا ايوه ووك دو ووك الباستا. ايه برافو الباستا. هلا نحن من العاده متعودين على هيدي الصلصه نعملها، نحط بقلبها اذا بدنا دجاج، نحط بقلبها لحم اذا بدنا. ايه. اوكي نحط بقلبها من البط بيعملوها مع الصويا. ايه. يعني مع الدك او شيء من هالنوع. اوكي بتطلع بتعقد بتجنن. ليكو شو حلوه. وفينا اكيد نعملها مع النودلز. زين هيدي كمان شغله. يلا وين احنا عندنا هيدا الشبك المدرج؟ هون يا شيف شادي. يلا بنجي لهون بنبلش. طلعي شو حلوه. اوه عظيمه. هلا المي موجوده وين؟ وينها؟ قصدي ما كانت. شو كان موجود فيها؟ الباستا. شو كان موجود فيها؟ الباستا كانت فيها. بس كان فيها ملح. مزبوط. يعني احنا هلا دائما ما ننتبه ما بدنا ملح اكيد لانه في ملح وفي صويا. برافو. ايه. هذا بنوصل عليه خلص. لا انا لاحظت اوريدي الباستا اوريدي ملح. اوكي مشان هيك هلا بيقولوا المشاهدين لا ما حطيت ملح لانه ملح بالمي. لا. ونحن ما اكيد ما حطينا الباستا والصويا. ايه. يعني نحن جاهزين. لا. ويلا يا شيف شادي هون تنشوف اللحظة الأخيرة من ورشة ملح اليوم. نعم. وانا بقول للمشاهدين انه لقائي بكره معكم رح يكون بهيك نهار حلو بامتياز. ان شاء الله ما تجي رولا ولا جوزيف. اوكي مفروض بكره رولا او جوزيف. لك ان شاء الله الاحد ما يجي لرولا ولا جوزيف. اوكي يلا
بده يخلص ينولك نهار معه ايه خلص ايه. نهار له ونهار جوزيف بده ياكلولك كل اكلاتك. طلعوا شو حلو، طلعوا شو حلوين، طلعوا شو حلوين، عم نحط الخضره بهالطريقه الحلوه. طلع شفتوا شكلها كيف، وبعدها بتكون عم تقرش. انا بحبها كثير كثير كثير. بعد عندي شغله بدي اعملها صغيره بس، يلا هي بدي زين بالفطر الابيض. يعني انا بقول هيك ليك ها، الفطر الابيض اللي هو كمان مش مغسل، مقشر شوي صغيره، وليكو كمان شكله شو حلو بتاكل كمان هاي. واو بياخذوا بهالطريقه هيك، ويلا كلنا سوا. وهيدي ان وهيدي دو وهيدي تروا هيك بهالطريقه هيك، وهيدي كاتر وهيدي سينك. وبشكركم كثير، وشو بدي اقول لكم، لقائي بكره معكم يا اهلا وسهلا. بعد اجمل من يوم غيدة، بعد اجمل من يوم. ايه ايه اكيد اكيد لا كثير قوي شيء. يلا شكرا كثير شيف، اكيد يعطيك الف عافيه. نحن مودع كل المشاهدين بقيت نار حلو. دائما بنرجع بنذكركم كل اللي حابين يحضروا اي محطه بعالم الصباح فيكم تحضرونا، اذا ما لحقتوا على الاونلاين ستريمينج على الفيوتشر تي في على الابلكيشن اللايف فيكم تحضرونا على futuretvnetwork.com. اي وقت بالنهار طلعوا الفقره اللي انتم بدكم اياها، تختاروا اكيد النهار والساعه وتقدروا تحضروها عندكم على اليوتيوب على رواق بالوقت اللي انتم بيتسنى لكم تحضروه، لحتى ما تروحوا عليكم ولا فقره من عالم صباح. اكيد اليوم مثل العاده بنختم بهالوقت من النهار لحتى ننتقل لمكه المكرمه لنقل وقائع صلاه الجمعه، صلاه مقبوله للجميع يا رب. نحن بكره تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت بنلاقيكم بعالم صباح جديد. باي. Dreams that